بأسلوبه البسيط الممتع السهل الممتنع، تمكن الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس أن يجعل القارئ يتفاعل مع روايته، وبأسلوبه السلس في طريقة تسلسل الأحداث في مؤلفاته وطريقة طرح أفكاره ألهم المخرجين السينمائيين. في الحالة رواية تحمل عنوان أنف وثلاث عيون، كتبت أو نشرت في ستينيات القرن الماضي، فتحولت بعد سنوات في السبعينيات إلى فيلم سينمائي، تحديداً العام 1972، في عمل شارك في بطولته الفنان محمود ياسين وماجدة ونجلاء فتحي وميرفت أمين، ومن إخراج حسين كامل. أنت حترجع يا هاشم، مش ممكن، مش بالشكل ده. القصة طويلة، وبالمختصر تدور أحداثها حول طبيب وثلاث نساء، صراعاتهم نفسية، ما يحملونه من أفكار في ظل تداخل القيم الاجتماعية والأخلاقية، العاطفة والغريزة. لا خالص، ندردش. أنا اتعودت أعمل اللي أنا عايزه وقت ما أنا عايزه. أنا هحصلهم. طب انت ليه حاسس انك محتاج لثيرابيست؟ هكذا اعادها، او هكذا ارادها المخرج امير رمسيس عندما قدم لعشاق الفن السابع فيلما جديدا يصر على انه متفرد من حيث التناول ولم يكرر نفس فيلم السبعينيات. هاشم، كل يوم بقول كفاية، وكل يوم بحس ان هي احسن حاجة حصلت لي في حياتي. بيني وبينك ايه؟ يا ريت تقولي عليه. هو انت بتعملي ايه هنا؟ برتب الكراكيب اللي جوه.